جاب اليوم ويانا زيوني الملقب نفسه ويلقبونه محبوب العراق. رمضان كريم عليك. وعليك ان شاء الله حبيبي. شلونك؟ الله يخليك. انت ايش قد عمرك؟ 30 سنة. العمر كله. اقول لك هذا شنو علاج لك؟ للوالدة. ها خير ايش بيها؟ مريضة. والله بيها سكر و الله يعطيها الصحة والعافية. انت شنو ما ماك احلى من الوالدة ترى. طبعا. والله صحيح. اي حبي. ومداريتك هي. حبيبي. مداريتك مو؟ ايه زيوني؟ حبيبي انت شنو؟ يعني هاي بس تفتر انت يومية هاي؟ لا مو يا مو يبيني مو يوم حسب الضوجة. حسب الضوجة؟ ايه احنا نحبك هواي. انا هم اموت عليك. بدول قلبك الله يخليك الله يسلمك. زيوني؟ ها قلب. عندنا هدية إلك. ايه بس اكو مثل إذا جاوبت علي أعطيك الهدية. أوكي؟ أوكي يا حياتي. اكو مثل عندنا يقول أنا امشي شهر ولا تعدي نهر. لا تعبر نهر. والله انا احب بغداد. تريد الصراحه يلا ناخذك انا البغداد فدوه العمر. يا بي راح ناخذ انا البغداد زيوني. يريد يروح البغداد مو؟ اي انا اعطيك الهديه. شكرا حبيبي. فدوه العمرك. وهاي هم اشتري بيها علاج مره ثانيه خاف تحتاج الحجي. هاي 250 شكرا يا والدي. من برنامج بين اهلنا على ام بي سي عراق. بوساتي لكم. فدوه العمرك حبيبي. فدوه لقلبك. رمضان كريم علينا وعليك. وهاي بوسه للعراق. فدوه العمرك. يلا محبوب العراق حبيبي. قوم يابا قوم محبوب العراق زيوني. الله يلا انزل لي. اوقف اوقف. ها يلا لازمك. يا الله الله يساعدك. شلون الصحة؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ على الله ماشي. اموراتك؟ الحمد لله ماشي. الله يحفظك حبيبي. اسم بخير. علاء. علاوي. جوعانين ونريد سحور انا والولد. الدلة المقدمة. مو بس المقدمين الشباب انا طارق حيدر الكادر كله. اهلا وسهلا. يعني وكل واحد ياخذ له اثنين مصورين عندي ياخذ له ثلاثة يعني فد 50 40 لها بعجين. الدلل. شوف ترجع البيت بعد راح تعبين. هذا الله وياكم. تدول عمرك. والله. علاء صار قد تشتغل هنا؟ 15. 15 سنة؟ ايه. متزوج عندك اطفال؟ نعم. ستة عندي. ستة. ستة اطفال؟ نعم. ما بصلا على ما ماكو شد دقيت. بدول عمرك. ايش قد واردك تقريبا؟ 15. 15 الف؟ نعم. انت وزوجتك واطفال ستة. نعم. شلون كيفك؟ تبي ايجار مو لك قاعد؟ اي ايجار. ايجار؟ ايش قد ايجارك؟ 150. 150. 15 احسب الرياضيات دخلت. شلون تكفي؟ تكفي نعمة. نعمة. نعم. ومريتك راضية ومرتاحة؟ راضية راضية. والله. هاي الظاهر ماشي على مثل يقول اخذ ابو صنعة ولا تاخذين. ابو قلعة. عاشت ايدك. راح اعطيك شلون صوغة حلوة. والله ودي. هدية من البرنامج مالتنا. اهلا وسهلا. برنامج بين اهلنا.